قدمنا لكم الشيخ أحمد ليو البركاني الكساصبة يعقوب الميلود. هذه واحد المغربة غادي نحكيها. بسم الله والحمد لله يربحوا من صلوا عليك يا حبيب الله يا شفع لعباد سيدي محمد. وفرحت لك الملائكة وزادت عباد الله أه سيدي تصعد وتربح يا من صليت على النبي رسول الله. والصلاة على الطاهر حبيب الله المنور. والصلاة على المختار الأحباب محمد شرق الأنوار. هذه واحد المغربة غادي نحكيها إلى صليتوا على مولانا محمد رسول الله. وعد السيد كان يعشق في سيدنا محمد، عنده ثلاثة نتاع الولاد سماهم كاع محمد بثلاثة. وراك عارف العروبية بكري كانوا غير الخيام. مشى السوق وقضى ما قضى ذاك الشي اللي جاب، وجا مروح للخيمة نتاعو. فلما خلط للخيمة يصيب واحد المرأة مع المرأة نتاعو ما شافوش يهضروا. قالت لها فلانة، قالت لها نعم، قالت لها الأولاد بثلاثة أولادك، قالت لها نعم أختي، وقالت لها الجوج يبانوا لي الشابهين خوت، هذا الثالث يبان لي ما، قالت لها أختي ما ندش عليك هذاك باه بوحدو. السيد راه يسمع كيفاش انا راني نخدم على ولاد الحرام، ما يشوفوني ما نشوفهم، جاي اللي ما شافونيش تعال بلاتي عليا وندير راسي عاد خلط. مشى طار منا ومنا وجا دار راسو عاد جا فلانه قالت له نعم وعي دخلي معايا الحويجات. دخلت معاه الحويجات، حطت له الأكل والشراب، أكله شرب دار راسه ما في راسه قاع ما يتعاون. أفلانة قالت له نعم، قال لا بغيت ندي الأولاد ديالي بثلاثة نديهم للطبيعة. قالت له أولادك ديهم نغالهم بثلاثة بيهم أرى غادي يديهم. خلت لواحد البلاصة أقعد قبالتهم، قال لهم ولادي، قالوا له نعم يا أبي، قال لهم وقفوا قبالتي لهيه واللي جا سبق منكم وعطاني السقلة غادي نعطيه ربعة دورو. واحد من دوك الولاد هذوك قال لا نسبق ندي ربعة، جا يجري كي خلط الوجه نتاع باه وقف لي، قال له با ضرب، قال له لا با علاش نضرب با واش راني مسخوط، قال حقي يا إيماني هذا إلى ولدي فوت منا. قعدوا قدامه تاني قال حتى أنا نمشي نضرب با باش ندي ربعة. قال له زيد يا محمد خوك راه ما داش ربعة. قال له بواه جاء يجري كيما خوه خلط عند وجه باه ووقف اليد نتاعو. قال له ضرب، قال له لا بواه ما نضربكش. كيفاش؟ قال له ما نضربكش أبا، نضرب أنا أبا مسخوط. قال له فوت قدام خوك. فات. قتلت شيباني قال هذا وقيل هذا غادي يضربني قرانتي هذا. بقى
قال هذا هو ولد الحرام. قال له محمد؟ قال له نعم أبا. قال له خوتك راه ما داو لا ربعه لا والو ما ضربونيش. قال له والله ما نطلقك. جاو يجبد عليه بالسقلة. قال له بان روح أولادي تبعوني. مشاو داهم للقاضي، القاضي نتاع البلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام. واش حب الخاطر سيدي؟ قال له اكتب. اش نكتب؟ قال له اكتب محمد يسال ومحمد يسال ومحمد ما يسال شيء. ما قالوش واش الاول ولا الوسطاني ولا التالي. اي قال له الكلمه الفقيه حتى هو غلط. اكتب محمد يسال محمد يسال محمد ما يسالش. ذلك الورقه دارها عنده ورق عرف كل من عليها فهم. ما يبقى حتى واحد. الشيباني مشات الايام وجات الايام مات. ثلاثه نتاع الخوت قال لي خصنا نفرقوا الورث. ضربوا على ذيك الورقه صابوا فيها محمد يسال محمد يسال محمد ما يسالش. قالك غادي نديرو؟ شكون هذا محمد اللي ما يسالش؟ ما نعرفوش. راني نمشيو عند القاضي اللي كتب هذه الوثيقه هذه. جاو حتى خلطوا لعندو دخلوا. قال لهم اولادي واش تحب الخاطر؟ قالوا له قرا هذه الورقه هذه. صاب خطيدو. قال لهم اولادي غير باكم مهبول حتى انا اهبل اكثر منه. انا ما قال لي لا الوسطاني ولا التالي ولا الاول. ونفقي كي نديرو نتقاتلو؟ قال لهم لا اولادي تقاتلو ما والو. راني غادي نصيفطكم عند خليفة الله في أرضه وهو الملك. شكون وصلنا لعندو؟ قال لهم خطي يدي غادي نعطيكم ورقة. قالوا لا سيدي فيدنا يرحمك الله. أعطاهم ديك الورقة مشاو خلطوا القصر شاوروا مع المشاورين مع الشواش مع كذا بداو خبرهم. الملك قال مزيدوا هاد الناس. جاو داخلين الملك بقى يشوف ثلاثة نتاع الخوت. قال مولادي واش عندكم؟ قال له سيدي حنا ها كيفاش ها كيفاش ها كيفاش ها الورقة. قالوا له انا قاضي راني داير لهم. ولادي درك واش بغيتو؟ بغينا سيدي انت تفرق علينا. قال لهم انا قال لهم إلا تقدروا تقعدوا ثلاث أيام. قالوا له يا مالك إلا تفرق علينا نقعدوا حتى سبع أيام. قال لهم مرحبا بكم. أمر الشواش وكذا داهم البيض الضياف الغال الراعي. قال له ذبح واحد الخروف صيفط النساء توعوا. قال عند نظيف ربي من بلاد بعيدة ديروا لنا العشاء. أرانا هو الملك رشقت له على ذوك الوليدات بقى يتحادث معاهم. الوقت اللي يعني وجد العشاء جاو صيفطوا الملك. قالوا له روح قول له ودي العشاء راه وجد باش يتعشاو ذوك الناس. جاو لعندو يا ملك العشاء راه يعني موجود يتعشاو هاد الناس. قالوا محسنتوا انه الناس بعاد وضياف عندنا سيروا جيبوا العشاء. شاو جابوا ذاك العشاء حطوا العشاء للملك. واش قال؟ قال هاد الناس براويه وجاو من البعد. الا كان قعدت معاهم انا غادي يحشموا وغادي ما يتعشاوش مزيان. انا نخرج حتى يتعشاو. الملك جا خارج عند الباب وراه واقف يصنط. ثلاثة بيهم ما كانش واحد اللي بغى يزيد لذاك الطعام. نطق واحد فيهم قال لهم الملك دار لكم العشاء هاد الطعام.
انتق واحد قال له انا ما ناكلش داك الطعام حرام. انتق الاخر قال له حتى انا ما اكلت اللحم اللي فوق منه حرام. انتق الثالث قال لهم حتى هذا الملك ولا حرام. باني يسمع قال كيفاش انا دير لهم العشاء وردوني ولا حرام؟ هذا خصني نشوف واش عندهم. جبت السيف نتاعو وجا داخل. كان بذاك الشيء اللي جرى بيناتكم راني سمعته، شكون اللي قال الطعام حرام؟ قال له سيدي انا. باش عرفتو حرام؟ قال له سيدي روح سقسي الى صد ماشي حرام قطع لي الراس. شكون اللي قال اللحم حرام؟ قال له سيدي انا. باش عرفتو حرام؟ قال له يا مالك حتى تلغى الراعي اللي تبع الخروف. شكون اللي قال المالك ولد الحرام؟ قال له سيدي هذا. قال له لذاك اللي قلت الطعام حرام غادي نمشي وندير لك خاتم قد صبعك. قال له نعم. الملك مشى خلط عند النساء قال شكون اللي دار الطعام؟ قال له سيدي فلانه. قال فوتي للبيت. قلت له سيدي ما نكذبش عليك راه عليا حق الشهر. اشتا قال الملك؟ هذا نجح يمكن انا بلا شك وقيل ولد الحرام نيشان هذا خرج. جاء خلط عليهم قال له انت اللي قلت طعم حرام؟ قال له وانت راك نجحت. شكون اللي قال لحم حرام؟ قال له سيدي انا. قال له واه صيفط للراعي جاء. قال له واش تذبحت؟ قال له يا ملك ما نكذب عليك ما نغرك، كانت عندي واحد النعجة خلات لي واحد الخروف وذاك الخروف ماتت النعجة بقى عندي ما صبت باش غادي نرضعو ورومتو حاشاك على الكلبة يا ملك هو اللي ذبحتو لهاد الناس. اي هاد الناس بجوج بجيهم نجحو بقى هذا اللي قال لي الملك ولد الحرام. قال له انت اللي قلت الملك ولد الحرام؟ قال له نعم سيدي. قال له راني غادي نمشي وندير لك خاتم قد صبحك. قال له نعم. مشى صاب الوالده نتاعو مع النساء لغالها بوحدها. قال لها ما قالت له نعم. قال لها امي انت شوف انا ملك والله تعالى قالنا ومن قتل مؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالد فيها. وعد السيدر قال لي انت ولد الحرام وراني غادي نقتلو وراني جيت عندك تقولي لي الحقيقة واش انا بصح ولد الحرام ما نقتلوش وإلا كذبتي عليا قتلتو راك الشي انت اللي تقلدي به. قلت له ولدي الكلام عمرو ما وصلتو معايا كيفاش ما ولا جيت لك الحقيقة ما دير والو. قال لها عليك الأمان اللي أعطاه محمد رسول الله لصحابه. قالت له وليدي أنت ولد الحرام نيشان. جاي الملك جاي زعفان خلط دخل العرش نتاعو جمع دار التاج نتاعو قال لهم جيبوه وقفوا بثلاثة. قال له شكون اللي قال بكم الطعام حرام؟ قال له سيدي انا. قال له فوت منين انت تسال في رزق بوك. وشكون اللي قال اللحم حرام؟ قال له سيدي هذا. قال له فوت منين دم خوك انت راك نجحت. تالي انت اللي قلت الملك ولد الحرام؟ قال له نعم. قال له انت اللي ما تسالش في رزق بوك ما عندك لا ورث لا والو ما يعرف ولد الحرام الا ولد الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله.